استعدنا، لانه بشوفك اليوم قد ما نحط قياسة كبير ست بدا اكبر، وبالخلال هيك لا بليز بدي اياه ناتورال. طيب كيف ناتورال وكيف كتير كبير؟ يعني وقت المنقيس، وقت بناخد البروتازم منقيسها بالكلينيك منحطها تحت البرا، ساعتها ناخد فكرة نعرف. انا عادة بحط برا ست تحت، بحط امبلانت تحت البرا، بتقف قدام المراية وبتشوف حالها، بشوف اذا هذا هو السايز اللي بدها اياه. حتى لو عجبها فضل انها تجرب سايز اصغر وسايز اكبر لتتأكد اكثر انه هذا القياس اللي بدها اياه. وين بنحطها؟ بنحطها فوق العضل ولا تحت العضل؟ تحت العضل. اوكي. سابقا كنا بس نحط فوق العضل، ولكن البروتيز تنحط فوق العضل ما بتخدم مدى العمر. ليه؟ لانه جسم بيترهل، الست معقول تردع، بده يتغير صدره، الجلد بده يكبر، لهالسبب معقول تنزل. من هون بنحطها تحت العضل ولكن بالطريقة الجديدة. ما في شيء بقى صار تحت العضل، في شيء اليوم اللي هو من فوق تحت العضل ومن تحت فوق العضل. يعني اذا بنحط البروتيز بس بنحطها تحت العضل بيطلع البروتيز هون فوق حد الرقبة. لهالسبب، لانه العضل ليه؟ لانه العضل بنشوفه، العضل بنشوفه عالي كتير. بالنسبة اذا بتشوف الصدر، حلمة الصدر وين جاي، وبتشوف العضل فوق، يعني هاي الصورة واضحة وين العضل قد ايه عالي. اذا بنحطها بس فوق العضل تطلع كتير عالي وما بتطلع ابدا طبيعية. لهالسبب اليوم الجديد انه تنحط من فوق، تنحط تحت العضل ومن تحت تطلع من العضل. بالسابق كنا نشيل الدريار، ما حدا يحب يكون عنده دريار. اليوم تغير هالشي، اليوم صارت الست تباها اذا عندها دريار حلوة، ومثل ما صدرها كمان دريار تبعولها. وشغلة تانية كنا نشيل الدهن ونكبه، اليوم كله بنعز. فينا نستعمل السيليكون، فينا نستعمل الامبلانت، فينا نشيل الامبلانت ونحطها بالدريار بعملية بسيطة من دون جرح ظاهر، جرح صغير ما بيبين ابدا، بنكبر فيها دريار قد ما بدكم، فيها تكون من قياس 200 لقياس 500 قد ما بدكم فيكم تعملوها، وما عندها مشكلة. ودرسلكم عندها امبلانت خاص للدريار ما بيأذي وما بيزيح من محله وما بيعمل مشاكل. وقت الملحة مثل ما نفكر نكبر الصدر، بنفكر كمان انه الدريار إلها قيمة كمان مثل الصدر. فينا نعبيها دهن، فينا نشيل دهن من البطن، من الخصر، من الظهر، من الاجرين، ونعبيهم بالدريار، بنعبيهم باماكن، نحطهم او تحت الجلد او تحت العضل لحتى يضاينوا اكثر. ما تخافوا انه الدهن بيروح، ما بيروح، بيروح منه شي 30% بس بدوب لان بيبقى في مي، بس بيبقى منه 70% وقت بيبقى مدى الحياة. لهالسبب ما تخافوا من الدهن. السايز بتنقوه، فيكون الدهن عادة بيعطي سايز معين، البروتيز بتعطي سايز اكتر شوي. وقت نفكر بعمليات التجميل بنكون نحنا بنص الطريق. اذا جينا نبرم على النجاح لازم نبلش قبل الجراحة التجميلية، اللي هو جسمنا كيف تكون، نحنا كيف عنا جمال او شو صار فينا. من هون بنشوف الضيف شو صار فيه، والناصح على درجات شو معقول يصير فيه. من هون طلعنا بفكرة نهتم بشيء هو عملنا اليوم اللي رح نعلنه، رح بلشنا فيه من 5 ايام، ومستنسي حبايبي رح تحكي لكم عن التفاصيل عن هالمشروع، اللي هو كيف فينا نتجنب المشاكل. اوكي نحن بمشكلة بنحلها بعملية التجميل، بس فينا نتجنبها قبل، اللي هو بالاكل اكيد، واللي هو مش بس الاكل، اللي هو بشيء اذا سمعتوا عنه هو اورجانيك. اورجانيك هو شو صار؟ اورجانيك هو
هو الحاضر والمستقبل، هو كل شيء اليوم عم يتوجه يكون أورجانيك. ليه؟ لأنه نحن اليوم عايشين وبنربي أولادنا لسبب بنا إياهم يربوا بعيد عن مشاكل السموم والأدوية والأشياء البعيدة عن الطبيعة وبتضر الطبيعة. وقت نفوت بأورجانيك بنكون عم نفوت مع الطبيعة مثل ما بدها الطبيعة. المزرعة اللي عندنا هي لننتج منها أورجانيك بس. أورجانيك خضرة وفواكه على أنواعها لحتى بعدين نقدر نحن منبلش فوق من الصفر، منبلش من الأرض من الصفر ومنزرع لحتى يصير عندنا برودكت. وتصير عندنا برودكت منحولهم لريدي ميل، منحولهم لصحن يومي ممكن تاكلوه من دون ما يأثر. واليوم هاي الجمعة بلشنا بأول نعلن افتتاحه أول أورجانيك دايت سنتر بلبنان وبالميدل إيست. اللايسنس أخدينا من إيطاليا ومن أمريكا. المشروع الجديد اللي هو المستقبل القريب هو عيادة بمفهوم جديد، ما رح أحكي عنها هلأ، بس قريبا جدا إن شاء الله خلال شهرين ثلاثة بيكون في عيادة بلبنان غريبة جديدة بتقدم لكم أشياء كتير وفيها برايفسي أكتر. إن شاء الله بنعاد عليكم وأهلا وسهلا فيكم. أول شيء بحب أعيد كل أم بعيد الأم، وبتمنى أنه عقبال كل سنة دكتور نسار يسمعنا لحتى نخبركم عن كل شيء جديد من قدمه بالبرازيليان استيتيك كلينيك. مثل ما حكي دكتور نسار نحن ما رح نحكيكم عن مواضيع ديجا بتعرفوها، رح نحكيكم عن مواضيع جريئة جديدة شوي. اخترت احكي لكم اليوم عن موضوع بلشنا فيه بالسانتر عنا نحكي، هو موضوع بهم كل سيدة، الخلل بالعلاقة الجنسية عندها. هذا موضوع ممكن يصيب كل سيدة بحيالة مرحلة من عمرها، حتى بعمر 20 او اذا بعمر 60 او 70 او 80. أنواع الخلل الجنسي بالعلاقة الجنسية عند السيدة. الدراسات بتقول أنه 33% من السيدات تشكي من عدم الرغبة بالعلاقة الجنسية. دراسات تانية كمان بتقول أنه 24% من السيدات تشكي من عدم الإحساس بالأورغازم أو ما يعرف بالنسوة خلال العلاقة الجنسية، و 14% تشكي من آلام خلال العلاقة. نحن اليوم رح نحكي عن أول موضوعين اللي بتشكي منهم السيدة، هي عدم الرغبة بالعلاقة وعدم الإحساس بالنسوة خلال العلاقة. مثل ما بنعرف الرغبة بالعلاقة الجنسية، الحالة النفسية عند السيدة كتير مهمة. السيدة السعيدة بحياتها هي السيدة اللي بتشعر أكثر من غيرها برغبة بالعلاقة الجنسية. شو من الأسباب اللي ممكن يأثروا على رغبة السيدة بالعلاقة الجنسية؟ ستريس اللي بتعيشه بحياتها كل سيدة، ستريس البيت، ستريس الشغل، ستريس العمل، ديبريسيون، القلق، التعب، الأدوية. في سيدات كتير عندها مشاكل بصحتها، ممكن أبسط الأشياء أبسط الأدوية، في كتير ستات بتاخد أنتي ديبريسر، مهدئات، حتى حبوب منع الحمل هي سبب من الأسباب حتى الرغبة الجنسية عندها تقل. مشاكل بالهرمون، كل سيدة عندها هيدي المشكلة بنصحها أنها تحكي مع طبيبة، لأنه ممكن يكون في أسباب كتير بتنحل غير الحالة النفسية. لازم ينطلب فحص هرمون عند كل سيدة. أكيد المشاكل مع الشريك بتأثر. من هون برجع بقول أنه ضروري تحكي السيدة عن مشكلتها مع طبيبة، لأنه كل شيء له حل. هلأ
بخصوص الرهبة الجنسية بحب أقول إنه وقت تحكي مع طبيبة أكيد السبب رح ينعرف. في علاجات لكل سبب، إذا كان هرموني أو غير هرموني كمان بده يتعالج. وفي مثل ما عند الرجل موجود بما يعرف الفياجرا، في أدوية كمان ممكن تنعطى للسد لحتى تزيد عند الرغبة. الأورجازم أو ما يعرف بالنسبة خلال العلاقة الجنسية، إذا الست عندها الرغبة بس ما عم تشعر خلال العلاقة الجنسية بما يعرف بالأورجازم أو بالنسوة. مثل ما بنعرف إنه كما كانت العلاقة الجنسية صحيحة بين الشريكين، هالشي رح يجعلهم أقرب لبعض بحياتهم اليومية ومتناغمين أكتر، مشان هيك أي خلل رح يأثر عليهم والحل بيده. دراسات بتقول انه تقريبا بس 30% من الستات هي اللي بتشعر بالأورجازم او بالنسوة خلال العلاقة الجنسية، يعني عنا 70% من السيدات عندها المشكلة، وللأسف بتسكت وبتترك هالمشكلة تكبر. مثلا السؤال الكبير بهم كل سيدة، شو بتعمل الست او كيف بتعمل لحتى تحصل على الأورجازم او النسوة خلال العلاقة؟ أول شغلة خلال العلاقة مثل ما حكينا أن الحالة النفسية كتير مهمة، هي وقت تكون مع الشريك لازم تشعر بالراحة، لازم يكون عندها ثقة بنفسها، ثقة بالشريك، ولازم تنسى كل المشاكل ما تفكر فيهم. مثل ما معروف أنه المرأة اللبنانية أو المرأة العربية بشكل عام تهتم كتير بجمالها، بجمال جسمها، كمان لازم تهتم بجمال المنطقة الجنسية. هالشي رح يزيد ثقتها بنفسها، رح يزيد ثقتها قدام الشريك، ما رح يخليها تحس بإزعاج قدامه. هون في عنا مثل، سيدة عندها مشكلة تضخم بالشفاه الداخلية. نرجع منقول كما كنت عندك ثقة بنفسك، إذا حاسة إنه في عندك مشكلة بجسمك حابة تحليها، كل ما زادت ثقتك بنفسك كل ما قربت أكثر من الشريك. في بجسم كل سيدة 3 أعضاء هم اللي بيعطوها الإحساس خلال العلاقة الجنسية. عنا الكليتوريس اللي هو العضو الخارجي، الجيسبوت هيدا عضو موجود بقلب الفجان، موجود بقلب المهبل عند السيدة، وعضلات المهبل. إذا في خلل بأي عضو من هالأعضاء هالشي رح يسبب خلل بالشعور بالأورجاسم أو بالنسوة. شو هي جي سبوت؟ يعني نسمع عنا كلنا شو هي جي سبوت؟ كل سيدة عندها جي سبوت. جي سبوت هو عضو مؤلف من كولاجين موجود بجسمنا مع أعصاب أو نيرف. هيدي أتحبة العدس موجودة بقلب الفجنة، ممكن تتأثر مع العمر، يعني الكولاجين ممكن نخسره، ممكن تتأثر مع الولادة، مع العمليات اللي ممكن تنعمل بهذه المنطقة، مع الأدوية اللي ممكن ناخدها، مع التدخين. الحل لها هو كتير بسيط، بنعمل تحت دوش موضعي بالعيادة، يعني بتنحقن كيف الميزوثيرابي، نوع من الميزوثيرابي بنعملها لهيدي النقطة لهيدي العضو، بنعمل بالعيادة بتنحقن لحتى ترجع نرجع للجنس بمعنى، أو نرجع ننسخها، نسميها الامبليفيكيشن للجي سبوت. الجي سبوت إذا كانت قوية منيحة مع العضلات تبع المهبل ما فيهم ولا أي خلل، أكيد السيدة رح تشعر بالأورجازم أو بالنسوة. هذه الصورة بتفرجينا عن عضلات الفجنة وعضلات المهبل. العمليات التجزئة هي بتصير إنه بنشد هود العضلات بقطبة كتير بسيطة، ما فيها أوجاع، السيدة بتقدر تعملها وتظهر بنفس النهار. وبعدين الطبيب بيعطيها تمارين لحتى تقوي عضلات هيدي المنطقة. هون برجع بقول انه كل سيدة بتستحق الحب، بتستحق المتعة مع شريكة، وانه يكونوا قراب من بعض. ميرسي. اهلا وسهلا فيكم، ينعاد على كل الامات.
اوكي ما رح نطول عليكم، رح احكيكم بس على الاشياء الجديدة اللي عنا. في اشياء دجاج شفتوها على الفين مؤتمرة، رح نفصل كل شغلة جديدة لوحدة. اول شيء رح بلش بموضوع الميزوثيرابي. الميزوثيرابي فعلا هو بحد ذاته ما هو موضوع جديد، اللي عم يتطور بالميزوثيرابي على طول البرودوي اللي عم يتحسن، عم يعطي نتيجة احلى ومشاكل اقل. الميزوثيرابي الاساسي اللي نحن بنهتم فيه ورح نحكي عنه هلا هو للوجه، اللي بيعطي الميزو جلو، اللي بيعطي الاكلاء للوجه واللمعة والحيوية. هو موجه لكل الاعمار، ما في مشكلة بالعمر، خصوصا بعد 30 سنة لما نبلش نخسر الهيلورونيك اسيد وبلش الوجه يتعب بنرجع بنعطي الهيلورونيك اسيد وكل الفيتامينات. وعطول هالدواء عم يتطور وعم بيصير احسن، النتيجة عطول احسن. الحالة الوحدة اللي ما فينا نعمل فيها هالعلاج هو عند الستات اللي حاطين بوجهن اصلا حيلا فيلر، حيلا تعبئة البرمننت اللي ما بتدوب. وقت اللي يبقى في فيلر برمننت هيدي الحالة الوحيدة اللي بتعمل مشاكل، ومن المفضل انه الست تقول انه حاطة هالبرودوي بوجهها لحتى ما ينحط ميزوثيرابي والا منواجه مشاكل. اما اذا عامل بوتوكس او عامل الفيلر العادي بالعكس هو بيكمل هالعلاج، بيعطينا نتيجة احلى. وممكن نعمله اوقات بذات النهار، يعني ممكن الست بذات النهار تعمل الفول فيس، تعمل بوتوكس، تعمل فيلر، ونعمل الميزوثيرابي. هلا الشيء الجديد اللي بدي احكي عنه اليوم هو هالبرودوي جديد للميزوثيرابي. هو برودوي سماكته اعلى من اللي كنا نستعمله قبل بالميزوثيرابي، واقل من اللي بيستعملوه جراحين التجميل بالفيلر. بيعطي نتيجة كتير حلوة. اول شيء هو طبيعي وامن، ما في مشكلة منه، ما بنخاف على اي مشاكل او ردات فعل. بيجدد شباب الجلد وبيرجع بيجمع المي اللي فقدتها الجلدة، يعني بيرجع الاكليبر التوازن لكمية المي اللي لازم تكون بجلدتنا موجود. بيحسن نوعية الجلد، يعني بنحس بمحلات معينة حتى الترهل صار شوي اقل ورجعت حيوية الجلد اكتر. وهو بينعمل كمان وبيعطي نتائج كتير حلوة على منطقة الديكولتي، على الرقبة، وعلى الصدر فوق على العالي. وما بتشوفوا معه مشاكل، اقل مشاكل. ومثل ما شفتوا الجان اللي بيستعمل فيه هو جان كله ديسبوزبل، كله للكاب، مش الجان العادي. مع الابرة الرفيعة بتخفف كتير الازرق او الورم او الاشياء اللي كان ممكن نشوفها قبل. وعطول بيكون الهدف من هالاشياء نوصل لبشرة حلوة ونقية. هلا رح نحكي عن عيادة الشعر. عنا علاجين بينعملوا للشعر، في عنا العلاج بالميزو كمان، وفي عنا العمليات زرع الشعر. اكيد العلاج بالميزو هو بيجي قبل، بيجي للناس اللي عم بيعانوا من هر شعر ضعف او فراغ بعده مقبول، يعني ما صرنا بمرحلة انه عنا مناطق فاضية شعر ولازم نعمل زرع شعر. الميزو بيتم عبر حقن الابر بجلدة الراس. ما تخافوا من الصورة، واحد بيشوفها بفكر انه كتير بدها توجع وابرة بجلدة الراس، فعلا هي وجعها كتير خفيف ونتائجها حلوة، لانه بترجع بتساعد على نمو الشعر، بترجع سماكة الشعر، شعرها بيرجع لها فوليوم اكتر، وبذات الوقت بنغذي بصلة الشعر. المرحلة الثانية هي لما نوصل للعملية، عملية زرع الشعر. في كتار صاروا يعرفوها لعملية زرع الشعر، اللي هي عملية نقل الشعر من منطقة فيها شعر لمنطقة ما فيها شعر خسرناها. كتار قبل كانوا يفكروا انه هالعملية بس لرجال، مع انه بالعكس عند الستات نتائجها حلوة اكتر، لانه الست تترك شعرها يطول وبصير عندنا فوليوم اكتر. الحلو بهالعملية انه هي بنهار واحد بالكلينيك، ما بدها مستشفى. بنزرع بصلة الشعر، الفوليكل تبع الشعر هو اللي بينزرع، ومشان هيك بترجع بتنمى شعرها طبيعية، بتقصر وبتنقص وبتطول وبتصبغوها واللي بدكن اياه عادي. العملية اجمالا ما فيها وجع،
وما بدها فترة رياحة بالبيت من بعد العملية، يعني بيقدر الشخص اذا بحب تاني نهار بيرجع على شغله وما بدها ولا يوم رياحة. هون رح نشوف كم اكزامبل بيفور وافتر. مثل ما لاحظين ممكن واحد يرجع يصير يمشط شعره غير شيء ويغير، وحطينا كم صورة حصة للرجال مشان تخبرون. الشيء جديد كمان هو اكيد سمعتوا كتير عم ينحكى عن الفراكشنال ليزر. الشيء جديد اللي عنا كمان هو الماشين الجديدة اللي بتشتغل بواسطة الفراكشنال او الليزر المتقطع. الحلو بهالماشين الجديدة انه هي امنة ما فيها مشاكل، من بعدها ما في احمرار، ما في ورم لفترات طويلة، ما في حتى ما بتقبع الجلدة، لانه غير علاجات كانوا يقبعوا الجلد وبعض الاحيان كان يتطلب من الست انه تضلها جمعة ممكن بالبيت تترجع تقدر تظهر. مع هذا العلاج اجمالا الاحمرار ما بيتخطى ال 24 ساعة والجلد ما بيقشر. الوجع خلال الشغل منه وجع مؤلم، اكيد بنستعمل الاملة بنحط شيء لندمج الجلد بس ما في احساس بوجع قوي، والنتائج على طول عم بتكون مرضية. هلا شو الانديكاسيون او شو الحالات اللي بنستعمل فيها هيك نوع من الليزر؟ هو تجديد شباب وحيوية البشرة الوجه والرقبة، الندوب او السكار اللي بيتركهم الحبوب، حبوب الشباب الاكنة او جراحة جراحة اثر اي جراحة اي عمليات او شروق، التجاعيد اللي بعدها بمرحلة منا كتير متقدمة حول العين او حول التم، الجلد المتضررة بسبب الشمس، يعني في عنا الكلف او البقع او وقت نبلش نشوف الوجه ما بقى في توازن بلون البشرة، في عنا مناطق غامقة اكتر من التاني، او في عنا اللارج بور المسام المتوسعين بالجلد، كلهم هودي انديكيشن او وصفة لها النوع الليزر. راح اشوف كمان هون كم صورة بيفور وافتر. اول صورة هي لجرح عملية شفنا كيف صار، تاني صورة للندوب من بعد الاكنة من بعد حبوب الشباب، كمان ندوب اكنة على وجه ست، وتحت شفنا كيف ممكن يشتغل على الرقبة على تجاعيد الرقبة، كما انه عنده نتائج كتير حلوة على تجاعيد الايد الباك هاند من فوق، وقتها بتبلش الايد تنحس فيها التجاعيد او بصير في عنا كمان البقع البنية والغامقة على الايد، بيعطي نتائج كتير حلوة بخففهم بشكل ظاهر. الشيء الجديد اللي ما نخبركن عنه اللي رح يصير افتتاحه قريبا هو اور نيو سبا، السبا اللي رح نفتتحه خلال شهرين تقريبا. بشوفوا اذا هذا الزرع اللي عم يزرعه مزبوط، وهون المرائدين هن عالميين وهن من ايطاليا، لانه الشركة اللي نحن عم تعطينا السيرتيفيكا هي الاي ام سي موجودة من ايطاليا. مش بس نحن نحكي عن الزرع، كمان في اشياء لازم الواحد ينتبه لها، انه في بيض عضوي يعني جاي من الدجاج مش من عطالة هرمونات، في باستا عضوية، في معكرونة عضوية، في لحومات عضوية، هول كمان خالين من الهرمون، اكيد نحن ما بنربيهم عنا بالمزرعة لبل مستوردهم، اكيد كمان مصدق عليهم مع سيرتيفيكا عالمي. ما بدنا ننسى انه مش بس نحن مأكولات عنا عضوية، مأكولات قليلة بالوحدات الحرارية، لانه بحبوا اكيد ينحفوا حالهم او عندهم كيلوات زايدة بحبوا يخسروها. اكيد هون بالاخر انا بحب اختم بانه وقت الواحد بفكر بتناول مأكولات صحية ما لازم يقول انه بكرة ببلش، لانه بكرة معقول يكون هو المرض. مرسي.